هيربل سترونج ميديسن، على فكرة بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي او حطه له في العصير او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو كانت شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري؟ متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. ارباري مع السلامه. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد انا بحذرك، الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطه واحتمال كمان. الله عليك، فكره جن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي، بس ما جبتش مدام شهيره وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتتقرف منها. على صحيح عمي، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده أحسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. فضل جبت لك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باش عبال ما الطلبات تخلص. الله، معلش يا عمي انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه الكوارع. انا شوربتي جايه طوعني، مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشوربه ايه؟ ايه الصوت ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عناية يا اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، لسه داخله على واحده. معلش اصل انا شوربه كوارع مسخناني قوي تعبان شويه. حاضر يا باشا. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفس هو كمان. اتفضل يا باشا. بنت عنايات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيب بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده؟ عيب كده. عيب كده انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسه. يا لهوي، عيب كده يا بنت؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ ما هي دي المعجزه يا بنت، اسمعي كلامي، تعالي راحه فين؟ تعالي بس هاتي بوسه. انت ما تعمليش. يا لهوي، افهمي. لا يا بنت، عيب كده يا بنت. وطي صوتك يا بنت. شو نقدر صديق؟ ايه الحالي؟ ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين يا بابا؟ اهدى اهدى اهدى. ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا علاءات، بابا في سن اليأس. معلش يا شير، ده انا في قمه مجدي. خلاص علاءات، حقك حقك علاءات، خد خد علاءات. معلش حقك علاءات. انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. بطلب بخاطرها. كلها ايش يا بابا؟ يا بابا يا بابا دوري بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لابت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت ناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك إيه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطة وتصلب شرايين. إحنا لازم يا حبيبي نديله حقنة دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنة دي هجيبها منين دلوقتي؟ أنا أعتقد إن بنتك على طول شايلاها معاها علشان التمرينات. أنا عارفة إنها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. أنا هروح أسألها وأنت انزل دور في الحمام. يا بابا إيه الأخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجة. هيهديك شوية هيهديك شوية. حاسس بإيه دلوقتي يا بابا؟ نار نار.
نار عمالة تزيد، نار نار يا بابا. ده انت شوية وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا انت في حالتك دي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ ايه ده بابا؟ اجمد شوية، اجمد، ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبة. مصيبة دلوقتي يا بدران. عمي انت مين قالك يا بابا في الحاله دي؟ عنايات حكت لي. يا دي الفضايح. يعني شفقات شربة الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش الشوربه برضو عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى يا بدران. انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي. حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا يا نهار اسود. لا ايه ده يوه. طب بص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، كله زعلني قوي. الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده. انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقن السكر؟ هو في حقن السكر بتتاخد؟ اسكت. يا بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلعها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كمان في مشكله. رؤوف لسه مكلمني من الشركه بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه. لما بشوفها مستريح. عنايات بتاع مين النسكافيه ده؟ ده النسكافيه بتاع حازم بيها وديهوله الاوضه. لا اديهولي انا وشوفي كده مدام شهيرة عايزه منك ايه. حاضر. يوه قلت يلا بقى. التاني قال لك تسلم، الحكم قال فاول، المساعد قال لك براس. البنت في إشعاع، البنت في حاجة غريبة. سامح العيدروسي لعلامة سكرة بدماغه فاشترك. إيه الباور دي؟ لا 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 ما بدهاش. أنت بتكلم مين؟ ده كابتن مدحت. عايز اقول ان الجون ده اوف سايد اصلا. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ابوك ده ليه حركات انا مش مستوعبها. كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش هتشد حيلكم كده وتجيبوا لنا حته عيل صغير. سيبك مني. لا المشكله مش في كده، المشكله في ابويا انا كمان. كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني انت مش ناويين تشدوا حيلكم وتجيبوا لنا نفس العيل الصغير. سيبك منه برضه. انت حرف ابوكي، انما انا ما اقدرش اكسر كلمه لابويا. ابويا عصبي ونرف. انت هتستعبط. انا مش قلقك تنسى الحاجات دي خالص. اقعد بقى كده يا بابا وسيبني اكمل البرنامج. برنامج ايه؟ الماتش خلصان من 3 ايام والناس عماله تحلل. لا ده برنامج مساء الانوار، بنفضل كده مع الكابتن مدحت لبعد الفجر. لا والله. طب بقول لك ايه، ما تبلغ الكابتن مدحت شلبه كده، طالما بيعمل برنامج مساء الانوار وبيسهر بيه للصبح يعمل لنا بالمره صباح الخيرات بدل ما يتشحطط في المروح والمجي يبيت في المحطه. بقول لك انا عايز اقول لك على كلمتين كده. انت اتجننت يالا؟ بصي انا اتجننت وعايز اطلع بقى جناني عليكي. ماشي باين عليك يالا مش هتيجي غير بالعنف. عرفت منين ان انا بحب العنف؟ والله. الله ايه الخبط والرزق ده؟ ده جاي من ناحيه اوضه نوم الاولاد. ما تيجي نروح لهم ليكون في حاجه. اقعد يا راجل اقعد مفيش حاجه. عرسان جداد بقى وانت عارف ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. حكم الواد حازم ابني ده ولد مجرم من غير شرب الكوارع. شكرا يا عنايات. ها طمنيني.
اطمنك مفيش فايده. مفيش فايده؟ يعني ايه؟ الحبايه ما جابتش نتيجه؟ مش عارفه اقول لك ايه، انا مكسوفه بجد، مش عارفه اقول لك ايه. الولد منتهي يا فؤاد، منتهي. وحبيبه قلبه مامي مقطعه نفسها من العياط. لا ده جبلة بقى. معلش يا حازم، انا لولا شويه التعب اللي جولي دول واني مش قادر اسوق انا ما كنتش عطلتك معايا. ولا يهمك عمي،